عندما التقطت هذه الصورة سنة 1968 كانت مدرسة النهضة من أفضل المؤسسات التعليمية سمعة في مغرب حديث العهد بالاستقلال. رغم ذلك كان تأسيسها في زمن الحماية مع باقي المدارس الحرة أبعد ما يكون عن السهولة واليسر. حملت هذه المدارس قصة نضال رجال ونساء وطنيين في سبيل الدفاع عن تعليم الشعب المغربي وتحرره من قيود الجهل والتقليد والاستعمار. سنعرفوا لأنه الحماية الفرنسية تصدت على المغرب بدعوى أن فرنسا سوف تقوم بإصلاح البلاد على كل المستويات، وهذا الإصلاح بالطبع كان يلزم أن يبتدئ بتكوين الأطر المغربية الكفأة القادرة على تسيير البلاد. لكن المثير هو أن القوانين اللي صدرت الحماية منذ دخولها إلى المغرب كانت قوانين لما مشات في هذا التوجه. كانت أولوية إدارة الحماية تعليم الأجانب، فخصصت لهم نظامين، أحدهما عمومي عصري منحته كل الموارد وأخضعته للقوانين الفرنسية، ولم تتح للمغاربة ولوجه باستثناء الطائفة اليهودية، والآخر خصوصي في السلك الابتدائي لا يستفيد منه إلا الأجانب، بينما لم تسمح بأي إصلاح للتعليم التقليدي المغربي واحتفظت به منغلقاً على نفسه. حرصت على أن يبقى التعليم متخلفاً في كتاتيب بنفس الطرق التي كان يدرس بها للمغاربة منذ قرون. فقي فوق الدكة دياله، التلاميذ مكدسون على الحصير باختلاف السن باختلاف المستويات، ولا يبدو أن هناك غاية إلا تلاوة القرآن قراءات مختلفة. ولما تخلق تدريسا عصريا شيئا ما فيبقى محصورا عند ما يسمى بأبناء الأعيان، وتعليم تقني أو مهني على الأصح. وما عمش بتاع ابناء العين باش يخرج من الأدباء والفلاسفة ورجال القانون ورجال العلم، لا، باش يكونوا قدامة ديالو في قلب الإدارة المغربية من الدرجة الثالثة والسابعة. أسس ثانويتين لا غاية في العشرينيات في فاس وفي الرباط على أن يبقى مستوى التعليم في حدود الإعدادية، ثم كذلك في توجه ابتدأ وقتها لفصل المغرب من عرب وبربر خلقوا ثانوية أزرو التي كان يمنع فيها تعليم اللغة العربية. الاستعمار كان على حق بمنطقه ومن خلال رؤيته والأهداف التي رسمها ليجعل المغرب جزءا من فرنسا. تزامنا مع بداية الحماية ولد أبو بكر بن أحمد بن الشريف القادري بسلا سنة 1913 في أحد أشهر بيوت المدينة، البيت القادري. الوالد ديالي نما وترعرع في وسط محافظ جدا، فعائلتنا كان لها وضع اجتماعي عالي جدا عند باقي فرقاء سلويين. كان أب ديالو هو واحد شخصية فريدة من نوعها، يعني كان يلجأ إليه الناس في خصوماتهم بدلا ما يذهبون إلى القاضي أو إلى الباشا. وفي القادري نشأ فيها الجو وتشبع بسلطة التي يملكها أبوه.
بعد وفاة والده، التحق أبو بكر القادري الذي لم يتجاوز عمره 8 سنوات بمدرسة درب العلو، حيث أكمل حفظ القرآن وتلقى دروساً في الدين واللغة العربية. بعدها انضم إلى حلقات العلماء في المسجد الأعظم بسلا، حتى تمكن بعد ذلك من النيابة في التدريس عن أخيه مولاي الشريف في بعض الظروف. ثم فرضت عليه ظروف الحياة البحث عن سبل العيش، فامتهن التجارة لبضعة شهور، إلى أن جاء تاريخ 16 من مايو 1930 بحدث سيطبع مساره في الحياة. الظاهر البربري كان الشعلة الأساسية التي تؤكد هذه النقطة. لا يمكن لأمة أن تخطو الصعاب وأن تنتصر وأن يكون لها موقع في العالم إذا لم تتشبث بالاستمرارية وبالوحدة. قامت مظاهرات وإضرابات وانفتان بسبب الظاهر البربري. قامت مظاهرات في سلا وفي فاس بالدرجة الأولى. كانت أحداث الظهير البربري لحظة فارقة في حياة أبي بكر القادري، انتبه خلالها لمدى الخطر الذي يهدد وطنه، وذكرته بأن قدره أكبر من التجارة، هو الذي كان المقاوم محمد بن عبد الكريم الخطابي بطله، فقرر ترك دكانه وتهيئة نفسه للمقاومة. في أوائل الثلاثينات كان أبو بكر القادري لا زال شاباً يافعاً، يشعر بأن عليه رسالة سيؤديها لبلاده، إلا أنه رأى أن يعني ما وصل إليه لم يكن كافياً ليتمكن من مسايرة عصره، فسعى إلى النيل من ثقافة أجنبية والدخول إلى مدرسة عصرية كانت هي مدرسة أبناء العين. منين دخل المعلومة وكان مستواه ديال العربية كان مستوى عالي بالنسبة للتلاميذ اللي كانوا ديك الساعة كيدرسوا تما. ثم أساتذته أعطوه واحد المكانة خاصة، فكان يقوم مقام الأستاذ العربية في كثير من الأحيان. كانت بضعة شهور كافية لكي ينال القادري احترام زملائه ومجموعة من المدرسين، مما دفع الإدارة الفرنسية نظراً لبروز ميوله الوطني إلى الحذر منه واختلاق أسباب واهية لطرده. لما طرد حصل شيء اللي هو مهم جداً، وهو أنه بعض أصدقائه من تلاميذه تضامنوا معه وقاموا بإضراب. أظن أن هذا جعله يشعر بنوع من الحيوية، لم يكن وحيداً. انسحاب، ولكن ليس انسحاب المنهزم، ولكن بدله كأنه يقوم بمحاربة الاستعمار في تلك البقعة الصغيرة التي هي مدرسة أبناء الأعيان. ربما كانت هذه هي الانطلاقة، غادي يخرج وغادي يحقق المشروع اللي باغي يعمل ديال المدرسة عربية إسلامية وطنية. وهكذا أسس مع ثلة من أصدقائه من مدينة سلا جمعية المحافظة على القرآن الكريم سنة 1932، ثم عمل منذ بداية سنة 1933 على تأسيس مدرسة حرة. الظاهر 1919 اللي كيفتح المجال للتعليم الخصوصي كان منحصرا على التعليم الأجانب، فلم يكن للمغاربة المسلمين الحق في تعليم خصوصي. الاستعمار كان يرفض الحركة الوطنية أو أي كان أن يبادر إلى مؤسسة يسميها مدرسة، فكان يفرض على أبي بكر القادري أن تسمى المكتب الإسلامي. بعدما قضى أبو بكر القادري ومجموعته بضعة شهور بزاوية بن عبود، قرروا نقل المكتب الإسلامي إلى الزاوية القادرية التي سرعان ما امتلأت بالتلاميذ. كل الطبقات كانت فيها، وكانوا حتى الناس اللي كيقراو مثلا في مدرسة أبناء الأعيان كانوا في الصيف كيلتجؤوا المدرسة باش كيقويوا اللغة ديالهم العربية. عبد الرحيم بوعبيد أو قاسم الجهيري كانوا تلاميذ عندهم المكتب الإسلامي. السي محمد عواد مستشار صاحب جلالة سابقا كان معلم.
في 1934 بعد 22 سنة على توقيع معاهدة الحماية، صار النظام القائم على التمييز مرفوضاً من طرف نخبة من المغاربة. مجموعة من الوطنيين من بينهم أبو بكر القادري حرروا وثيقة أسموها المطالب المغربية وقدموها للسلطان والسلطات الفرنسية، وكان من بين مطالبهم تعليم عصري لكل المغاربة يحترم هويتهم. الضغط اللي وقع ديك الساعة على الحماية جعلها تخرج نصاً جديداً في عام 1935 تسمح فيه بأن يكون المغاربة تعليم حر لكن بشروط. من بين هذه الشروط عدم تعليم الفتيات في هذه المدارس الحرة، أن يكون مسيروها حاملين لشهادات تقدم وفق القوانين الفرنسية، أن يكون كل المدرسين مغاربة، وشروط تعجيزية أخرى كان الغرض الوحيد منها الحد من تأسيس المدارس الحرة. أحمد بلافريج الذي كان حاصلاً على شهادة من السوربون الفرنسية كان الوحيد الذي استطاع تأسيس مدرسة حرة هي مدرسة كسوس. أبو بكر القادري لا نفهمه كشخص وحيد، لا ارتباط بواحد الجيل اللي هو أسس المغرب الحديث، كان هضر على علي الفاسي، محمد الفاسي، على محمد داود في تطوان، على عبد الله قنون اللي كتب كتاب النبوة المغربي. وباعتبار أن هذا الجيل في عهد الاستعمار كان عنده جوج المشاكل. المشكل الأول هو الاصطدام بالاستعمار بجميع أشكاله، والمشكل الثاني هو مشكل التأخر، الإحساس بالانحطاط، وأنه لا يكفي أن نناضل من أجل الاستقلال، لا، يجب أن نناضل من أجل محاربة الجهل وأسباب التخلف. مع إحساس سلطات الحماية الفرنسية بتزايد الوعي الوطني مما يشكل خطراً على مصالحها، أخذت تضيق الخناق بشدة على تحركات النخبة المغربية منذ البداية، والإدارة الفرنسية تطلب الجس من وقت قديم، فكانت تتبعه في كل خطوات. كنت كنمشي للنوت، مركز الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي، اللي فيه كل ما يتعلق بالوثائق الفرنسية عن المغرب في فترة الحماية، وصورت مئات الوثائق. كل الوثائق اللي طلعت عليها تؤكد بالحرف ما جاء في مذكرة الوالد. مذكرة مصالح الحماية، الموضوع الوقائع التي تسبب بها أبو بكر القادري في سلا بتاريخ 18 غشت 1936. بوبكر بن حمد القادري وطني بارز من سلا، مدير المدرسة القرآنية المكتب الإسلامي، بعدما ضاق عليه مقر مدرسته استغل غياب الفقيه القرآني سيبن عيسى القدميري بسبب مرضه ليستغل وتلامذته البناية التي كان يدرس بها هذا الفقيه. فلما سعى أبو بكر القادري إلى خلق فرع جديد تمكن من الاتفاق مع عائلة سلوية كان لها حبس مكنته منه. بتاريخ 18 غشت استدعى باشا سلا بوبكر القادري ومحمد البقالي وطلب منهما إفراغ الأمكنة إلى أن يقول الشرع كلمته، الأمر الذي رفضه. استدعى الباشا أيضاً محمد الصابونجي ابن الراحل مولاي أحمد الصابونجي الذي يدعي أنه مالك هذا الحبس. قال لهم يودي انا عندي واحد الوكاله من عند السيد هذا السيد صابونجي اللي مكنني انني ندخل هذاك المحل ونعمل فيه يعني شبه مدرسه، نعمل فيه اقسام. بسبب هذه الحقائق قرر الباشا اعتقال الشخصيات الثلاث بسبب اقتحام المنزل وعدم الامتثال لقرار السلطه. كانت اول مره يدخل فيها السجن من اجل فتح فرع للمدرسه. عقب خروجه من السجن لم يتوان أبو بكر القادري عن استئناف نشاطه النضالي، فقدم مع نفس المجموعة الوطنية التي رفعت المطالب المغربية وثيقة سموها المطالب المستعجلة، تكون إثرها أول حزب مغربي، سمي بحزب الوطني. بعدها يعني قامت السلطات الاستعمارية بحملة واسعة في المغرب بإلقاء القبض
على كل الأشخاص الذين ولجوا هذا الحزب، ومنهم الوليد الذي قضى سنة في السجن بجديدة. بمناسبة الحرب العالمية الثانية، وفد وطني في بوكر القديري التقوا بالمقيم العام الفرنسي آنذاك الجنرال نوغيس، وأكدوا له أن المغرب سوف يكون عضدا لفرنسا في حربها ضد النازية. وطلبوا منه بعض الإصلاحات في المغرب، ومن ضمنها أساسا المشكل ديال المدرسة. أبو بكر القادري الذي سبق أن نقل المكتب الإسلامي من الزاوية القادرية إلى منزل في ملكيته بزنقة زناتة سنة 1936، أصر على المطالبة بالحق في فتح مدرسة حرة عصرية رغم المراوغات المستمرة لإدارة الحماية في ملف التعليم. كان الاستعمار يتدخل في المواد، كان يفرض أن تنحصر مهمة المكتب الإسلامي في تدريس القرآن. بالرغم عن الإدارة الفرنسية حاول أنه يدخل فيه عنوة بعض المواد اللي هي مواد التاريخ والجغرافية والرياضيات ولو بصفات قريبة من سيرية. في 11 من يناير من سنة 1944، في وقت لم تحسم فيه بعد نتيجة الحرب العالمية الثانية، جازف 66 مغربياً بالتوقيع على وثيقة تطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت إمرة الملك محمد الخامس. في رد فعل قوي على سجن بلفرج واليزيدي، قامت هبة شعبية في اليوم 29 من شهر يناير في عدد من مدن المملكة، حمل المستعمر مسؤولية تنظيمها لبعض الوطنيين من بينهم أبو بكر القادري ورماهم وراء القضبان. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أطلق سراح الوطنيين، وعاد رجال التعليم منهم إلى أقسامهم مصرين على الاستمرار في كفاحهم. 46 نظرا للتطور الواقع بعد الحرب العالمية الثانية، ويجب أن أذكر هنا أن الحركة الوطنية كانت قد عززت علاقتها بالملك محمد الخامس، وأنشئت وقتها لجنة سرية انكبت على مشكلة التعليم في المغرب. تزايد افتتاح المدارس الخاصة بربوع البلاد بتشجيع ومساعدة من محمد الخامس الذي بدأ يرسل أبناءه لتدشينها منذ منتصف الأربعينات. حضر حسن الثاني تأسيس مدرسة النهضة اسماً في جوان 46. هكذا رأت النور مدرسة النهضة في محطتها الأولى بزنقة سيدي بوغابة، حيث لقيت نجاحاً باهراً، وتقدم القادري خطوة أخرى وضم بعض الفتيات إلى تلاميذ المدرسة رغم معارضة السلطات الاستعمارية وتوجسها من تعليم الفتاة. اهتمامه بتعليم المرأة بصفة خاصة كان جاء عن طريق يعني حضوره في ذكرى ديال عملتها النادي الأدبي سلاوي فصلة، وكانت حضرت واحد السيدة ممثلة اسمها فاطمة رشدي. فاطمة رشدي كانت هي السيدة الوحيدة الحاضرة مع هذا الكم من الرجال بلباسها العصري، وقامت وتناولت الكلمة وألقت خطابا بلغة فصيحة. الوليد أعجب بهذه السيدة هذه، قال علاش هذه المرأة ديالنا المغربية ما يمكن لها شي توصل لهذا اللي وصلت له هذه السيده من نجاس من مصر. مكبوته كانت لا من طرف الاسره ولا من طرف المجتمع ولا من طرف الحمايه، مكبوته ما تدوي ما تتكلم ما تتحرك. كانت مدرسه وحده اللي كانوا عاملينها الاستعمار، كان عاملها في شراطين، وكانوا كيقراو فيها البنات كيقراو شويه ديال اللغه الفرنسيه، وكيقراو بعض الأشغال اليدوية من سطريز ومن هذا، بحيث ما كانش متاحة الفرصة للآخرين يقراو.
تطور وضع المرأة المغربية في بداية الأربعينات، وإذا كانت قد حصرت النساء إلى حدود تلك اللحظة في أدوار هامشية، فلقد فرضن حضورهن ووجودهن بالفضاء العام، بل تبنت بعضهن الخطاب الوطني. شاركت في عدة مظاهرات في الزنقة، من بعد أنه أنا هزني راجل وحق صغيرة وصغيرة كيدور بيسلة كامل، وحنا كنطلبوا بالاستقلال، كنطلبوا بالاستقلال، عملنا ماشي ما عملناش، نكتبوا إن شاء الله عملنا وجاهدنا وكافحنا، والمرأة فقدت وجودها في ذاك الوقت. كان هم القادري أن تقبل الفتيات على التعليم، فأخذ يستعد لفتح مؤسسة خاصة بهن، ويحث العائلات السلوية على السماح لبناتهن بالتمدرس. وهكذا في 1947 تجدد طلبه إلى السلطان، الذي أرسل ابنته الكبرى لتدشين المؤسسة الجديدة التي ستحمل اسمها. وكانت ابنته عائشة هي من النساء الأوليات التي رفعن الحجاب ولبس لباسا عصريا. جات الأميرة حتى تما ذاك الوقت، راه شي حاجه كبيره، شي حاجه عظيمه تجيك أميرة. المشرفين على هذا الحفل والوالد معدوم من هون طلبوا الا يتدخل نهائيا المستعمر في استقبال الأميرة عائشة. حضره محمد الخامس الذي كان يشرف عليه من الطابق الاول، حضره مثلا علي الفاسي، حضره الشيخ محمد بن عبد العلوي وعلية القوم كذلك، وخطبت فيه الأميرة عائشة محيطة النساء على الانخراط في التعليم. كنا طالبين في التعليم، راغبين نتعلموا، راغبين نترقوا، راغبين نستافدوا، لهذا كتكتب لنا الجنة ماشي المدرسة. كل هذه الانتصارات جعلت المقيم العام يوجه تعليمات إلى رؤساء الجهات، ينبههم إلى تعدد فتح المدارس الحرة الإسلامية وكونها وسيلة للوطنيين لتحقيق طموحاتهم في تعليم وتوعية الشعب المغربي، ويدعوهم إلى حصر هذا المد. رغم ذلك ظل أبو بكر القادري متمسكاً بسعيه، وطلب هذه المرة من الملك قطعة أرضية تقتطع من الزاوية القادرية للمضي في تنمية مشروعه التعليمي، وهو ما لباه محمد الخامس. بضعة شهور بعد تدشين معهد الأميرة عائشة، حضر ولي العهد من جديد إلى سلا لوضع الحجر الأساس لثانوية النهضة. أصرت سلطات الحماية على أن تكون هذه التظاهرة ذات طابع فرنسي مغربي تجاور فيه أعلام المغرب أعلام فرنسا، ولا يحضرها وطنيون من بينهم أبو بكر القادري نفسه، وهو ما واجهه هذا الأخير برفض قاطع فألغي الحفل. غير أن سلطات الحماية أجبرت على التراجع بعد تدخل الملك معززاً موقف أبي بكر القادري، فأقيم الحفل يوم 21 من شتنبر سنة 1947. ولم يحضره أي فرنسي رسمي، ولم تعلق فيه الأعلام الفرنسية، والذي أثار الفرنسيين في افتتاح هذا الحفل هو أن أبو بكر القادري ذكر في خطابه أنه سيفتتح ثانوية. خصنا نعرفوا علاش الثانوية اللي كنقول كانت مهمة. أولا على الصعيد الوطني، الثانويات المفتوحة للتلاميذ المغاربة المسلمين عددها ما كانش يتعدى 5 أو 6 في المغرب، ثم إنها كانت محصورة في تسلسل دراسي، كان يجب أن تمدد سنوات الدراسة حتى تصل إلى البكالوريا الثانية، وكان يجب أن تخصص ساعات إضافية للغة العربية ولتاريخ المغربي. انتهى تشييد المؤسسة مطلع سنة 1951، وفتحت النهضة أبوابها كأول ثانوية في مدينة سلا، وسيسير التعليم المغربي الحر بخطى ثابتة، حتى أن المستفيدين منه بسلا مثلاً سوف يفوقون عدد تلاميذ التعليم الرسمي بعد سنوات قليلة. لكن لن يتمكن أبو بكر القادري من متابعة هذا الإنجاز، حيث ستمتد إليه يد السلطات الاستعمارية بعد أقل من سنتين لتحرمه مرة أخرى من حريته. دخول الأخير للسجن كان
يعني مباشرة قبل نفي محمد الخامس في عام 53، بقي لمدة شهور، أظن 7 أشهر تقريبا أو 8 أشهر منفيا في مكان لم نكن نعرفه. ثم بعد ذلك جاء به إلى الدار البيضاء لمحاكمة أمام القضاء العسكري. في المرات الأخيرة اللي سجن فيها كنا عايشين معلوم محرومين من الأبوة ديالنا، من الأب محرومين من العطف ديالهم، ما غنقولش محرومين من الرعاية، لأنه ولو أنه في السجن كان مهتم بينا وكيكتب لنا رسائل وكيصيفط لنا عن طريق إما عمي أو أخوالي. وفي هذه المناسبة كنتذكر الوالدة الله يرحمها لأنها كانت يعني مساندة، كانت قبلت هذا الوضع، قبلة يعني وكانت تحمله. لم يمنع الغياب الاضطراري لأبي بكر القادري استمرار المدرسة في أداء مهمتها التربوية، حيث أمسك ابن أخيه عبد الرحمن القادري بزمام القيادة ورافقه مجموعة من الأساتذة المناضلين رغم محاولات سلطات الحماية إقصاء من سمتهم بالعناصر الضارة. لم تكن الشروط الموضوعية متوفرة لنجاح التجربة. العراقيل المادية والمالية والمعنوية والإحباطات كلها موجودة، أيضا عوامل نتاع الهدم. رغم ذلك استمر مسار الكفاح التعليمي ليجني أبو بكر القادري شهورا قليلة بعد إطلاق سراحه في سنة 1955 أولى ثمار عمله بحصول أول فوج نسائي على شهادة البروفي. والبنت ديك الساعه اللي حاس البروفي ولا الباكالوريا راه شي حاجه عظيمه بالنسبه للمستوى العام ديال البلاد. في 16 من نوفمبر سنه 1955 عاد محمد الخامس سنتين بعد نفيه. 5 أشهر بعد هذا الحدث اعترفت فرنسا متبوعه باسبانيا باستقلال المغرب. ومع حصول المغرب على استقلاله تقوت العزائم، وشمر أبو بكر القادري من جديد عن ساعديه لاستكمال مسار السلك الثانوي، فخرجت مدرسة النهضة سنتين بعد استقلال الوطن دفعاتها الأولى الحاصلة على شهادة البكالوريا التي ضمت 9 شباب وثلاث شابات. هو رجل تعليم بامتياز لأنه خدم ما يشبه المسيد، وصل به إلى مدرسة عصرية تسلم متخرجين منها شهادة البكالوريا عربية. سهلة غير بالفو، راه كبيرة بزاف، ولكن هو كان رجل سياسة أيضا. ماشي رجل سياسة بالمعنى المتداول، سياسي بمعنى وطني. بين قوسين أبو بكر القادري لم يتقلد منصبا وزاريا في حياته، ولكنه كان حاضرا في التأسيس. في نهاية الخمسينات كان البلد ما يزال يضمد جراح أزيد من 4 عقود من الاستعمار. لبناء المغرب العصري وجدت النخبة نفسها أمام إشكالات جديدة. إيوا بحال اللي كان قال محمد الخامس، خرجنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر. هادو وجهوا الجهاد الأكبر اللي هو استعادة القيم اللي حاول المعمر خلال سنوات في مستشرقي وغزاتي واستراتيجيه إلى آخره، حاول يرسخها. كيف نحصن الشخصية المغربية إزاء رياح الغرب التي يمكن أن تقتلعنا من الجذور؟ هذا سؤال مهم. هو الخيط القوي الذي يفسر كل ممارسات أبي بكر القادري وكل تدخلاته التي قام بها في الفضاء العام وحتى في التجربة التعليمية. إحنا أمام تعليم مناضل مجاهد كيحاول يرسخ واحد القيم ضد قيم أخرى. كيفاش غادي يمكننا نتقدمه إذا ما كناش محافظين على الهوية ديالنا ولا اللغة ديالنا؟ كان واحد النوع من التحدي باش اللغة العربية تفرض وجودها لتصبح من لغة قديمة لها قوتها وأصولها إلى لغة حديثة تتكلم العلم الحديث. كا
كندرسوا باللغة العربية الفيزياء الكيمياء والرياضيات. وأنا في أسرة اللي خوتي كلهم درسوا في مدارس مفرنسة، نفس المسائل اللي كيطرحوها هما بالفرنسية أنا كنطرحها بالعربية، ومني كنتناقشوا كنقول لهم غير ترجموا لي، فهما مني كيقولوا اس كذا حتى حنا سين صاد كذا. باش تلقى أستاذ القري الفيزيك في البكالوريا الأولى بالعربية ما كانت سهلة، ما كانت سهلة إطلاقا. كاين واحد عالم اجتماع اسمه بورديو كيستعمل واحد المفهوم اسمه لو كابيتال سوسيال. الناس ديما بوكال القادري كان عنده واحد الرأسمال اجتماعي، ما يعني واحد شبكة العلاقات كيمكن لي يوظفها. سي بوكال أكثر من الرأسمال اجتماعي، كان عنده رصيد تاريخي. فلو بغيتي تقول باللغة ديالنا الدارجة الناس بزاف كيجيو على وجوه. كانوا عندنا الأساتذة كلهم ماشي أساتذة رسميين، كانوا كيجيو كل واحد عنده المهنة ديالو. أذكر مثال الذي كيجيني للذهن الآن هو السي حصار اللي كان عنده صيدلية حصار، كان يأتي يوم السبت مساء ليدرس الفيزياء وغيره من الأطر التي كانت سوى تدرس هذه المواد باللغة العربية. كنا كنقراو بين وحده وجوج باش يمكن لهم هما يرجعوا للخدمه، فهمتي؟ كان واحد لي زوغيغ، مي كلشي كان عايش هادشي زعما، فهمتي؟ من بعد عرفت بانهم كيبذلوا مجهود كبير باش يدرسونا، لانهم حتى كيترجموا عاد كيجيو يدرسونا هاد المواد. ما كانش عندنا هنا الكتب، الكتاب المدرسي ما كانش مقرر، اللي كان هو مقرر متحرك. الأساتذة كانوا تعتبروا أنهم ماشي معلمون، أنهم يتعلمون وهم يعلمون. كانت بيداغوجية تحديثية نهضوية. بين التقليد والحداثة كانت النهضة مختبرا يعكس شخصية أبي بكر القادري، شخصية مركبة لم تتوقف عن التطور والتأقلم مع عصرها. المغرب لا ماشي جزيرة معزولة في العالم، عند استعماري كانت دول أخرى بمصر مثلا في الدرجة الأولى كانت مرت مراحل تاع إصلاح الديني، كانوا يعني قادة وعلماء وعندهم واحد الإشعاع. كانت الصحف المصرية تجي المغرب بأعداد قليلة وهي تتناول قضايا أدبية وقضايا فكرية وقضايا سياسية. وبكر القادري هو من الناس اللي كانوا في نظري تقرأوا ديك المجلات. لا يمكن أن نقع تجربة أبي بكر القادري كفكر منسجين ومغلق، كانت له علاقات إنسانية بكل شخصيات التي كانت حوله. أولهم هو شخص سوف يكون صديقه الحميم هو سعد حجي. سعيد حجي كبر من بوكر القادري بسنتين، ولكن بجوج جاو فترة الحماية. كان سعيد حجي من بين أكبر الرموز الحداثية في الحركة الوطنية، سليل عائلة بارزة من مدينة سلا اشتهرت بالتجارة مع إنجلترا. كون شخصيته وثقافته في جامعات بيروت ودمشق ونابلس، وكان من طلائع الصحافة بالمغرب. سعيد حجي إن شئت كان له خصوصية بالنسبة للشبان آنئذ، لأنه كان متشبع بالفكر الليبرالي. كانت بينهما النوع من الحوار منتج، لأنه أعطى نفسا لأبي بكر لكي يفكر بطريقة أخرى غير الطريقة التي عاهدناها في الفكر التقليدي. انفتاح أبي بكر القادري كان حاضرا أيضا في وسطه العائلي، فبعد إتمام ابني أخيه الأكبر سيدي محمد دراستهما الجامعية بأوروبا التحق به لمساندته في مهمته النهضوية. أولاد خاه بجوج سيدي عبد الرحمن وسيدي أحمد، هادو كانوا الأعمدة المدرسة ومشوا بالمدرسة في واحد طريق ماشي سهلة، يعني ما كانوش كيخافوا من التفكير التحديثي. قرينا الفلسفة ابتداء من لا سكوند دون شعور بعقدة لا من الإدارة ولا من التلامذة، ما كانش داك التخوف أنها الشر
كانت عندنا دروس العربية، دروس البلاغة، دروس الفلسفة، تاريخ، جغرافية، ولكن كانت عندنا دروس ديال الترجمة. مذكرات شارل دوغول كنا كنترجموا منها، سيرفونتيز دون كيخوتي كنا كنترجموا منها إلى آخره. كان هناك رواج ونشاط ثقافي لا يستهان به داخل مدرسة النهضة. كان آخر سنة تقام حفلة في المدرسة يكون فيها تمثيليات وتكون فيها الموسيقى الأندلسية. من هناك حنا ارتبطنا بالتراث الثقافي أنا إذن الفني. رغم أن مدرسناش يعني مباشرة، ولكن الحضور دياله الرمزي كان قوي جدا في الذاكرة ديال التلاميذ، كان عنده واحد تأثير كبير. وكان قلبه مليئا بالحب للتلاميذ، لضعاف التلاميذ، ليعيشوا حياتهم. فكثير من الأشخاص ومن التلاميذ تم إنقاذهم لأنهم وجدوا فيه المدير والأستاذ والأب. الأب الروحي ديالنا السيد أبو بكر القديري بعد تربية الآباء، لأنه يرجع له الفضل الكبير في تربيتنا وفي تعليمنا. السي بوبكر كان مدرسة، وماشي غير بالنسبة لي، كنظن ومتأكدة أنه كان مدرسة بالنسبة لأجيال وأجيال. وكان المقصود من هذه المدرسة أنه أبناء الشعب يتعلموا يقرأوا باش غدا هما يكونوا أطر اللي غادي يسيروا هذه البلاد. كيهضرنا على الوطن، كيهضرنا على القيم، تغرس فينا ان حياه الشاب المغربي ولا الشابه المغربيه ما يمكن تكون كامله الا الى عطاء لهذه البلاد باي شكل من الاشكال. المدير عاده ما كيجيش يهتم بالتلميذ ولا المهم لان عنده شغله هو، لا عنده واحد الهيبه وميم طون كنحسوا به بحال قريب لنا. العلم نور والجهل عار، كاين بحال العلم، ولهذا تعلمنا وتفتحنا وتوعينا الحمد لله وحنا فرحانين براسنا. بعد 50 سنة من بداية كفاحه التعليمي، ارتأى أبو بكر القادري أن يسلم مفاتيح النهضة إلى الدولة المغربية لتصير ثانوية عمومية وتفرغ كليا للكتابة. الشيء الذي يميز العمل التربوي والتعليمي وهذا المشروع بتاع التعليم في بغاصة والاستمرار. كاين مدارس نشأوا ومشاو، لكن أبو بكر باقية صامدا ووصل بالتعليم للفتيات والفتيان إلى مداه الأخير بمساواة تامة. أبو بكر القادري هو من الجيل اللي أسسوا المغرب، اللي خرج من مرحلة الانغلاق والتقوقع إلى مرحلة الانفتاح التي ارتبطت بحركية واسعة من ناحية سياسية، من ناحية الفكرية، كانت رياح العالم تهب على المغرب. السؤال المطروح على جيل اليوم وعلى شباب اليوم، هل تلك الروح التي كانت تدفع الشباب في سنة 44 لا زالت موقدة في هذا الدرس الذي نعيشه الآن؟